لا قل لي قصة حب عاد. هنيت المرأة بعيدها ولا ليه؟ اللي بتبيع هنيناها بعيدها وقمنا معها بالواجب. هي السعفين المرأة في تونس تحكي على منصف، فما معنا مرأة احنا يا بنت ذكورة اللي عنا، وانتو ذا المرأة بالحق ذكورة اللي عنا. طب رسمك امرأة تخدم معاك ناقصة كان البالة والبيش ما عملتوش، خزارة كل شيء خدماته. ما نحكوش لك الدمر اللي دمروا فيه، برشي في المحاكم والقضايا ولا حتى تشوف شنو المرأة. يا بنت المرأة سي مشت من المرأة من الاحساس الكل بقى كان امك اهو، فهمت؟ هي وين المرأة اللي تحكي عليها؟ تحكي على المرأة بتاع قبل هذيك، ما هذيك بشتها روحها ولا قاعد تو في الارياف اللي تخدم في الفلاحة وتخدم في الوحدة، هذيك هي المرأة الزوالية الفقيرة. عم بالنسبة لي انا هي مرأة تليفونها بالزمرين قاعدة تدور بيه المرأة، فهمتني؟ من قهوة لقهوة، هذه مرأة تحب عمرها 16 سنة، منين تعرفوا الحب من أصله؟ أنا هي مرأة تحكي عليها من أصله، فهمت؟ التوصل البوها تقول له حاسبات كميت ولا ما تقدرش بوها، هذيك مرأة تحكي عليها ما عاش المرأة يا حسرة، فهمت؟ دونك احنا اللي كان باش نحكوا توا ما عادش توا كي نخموا في حقوق المرأة وكذا، توا كان نحموا الذكر من المرأة خير، خاطر ولادنا فزت راهي من سيبة المرأة. في بالكش انت ولادنا ولا تستهلكوا المخدرات ولا تحرق من الحرم من الحجرة بتاع المرأة. يا محمد رسول الله، ولادنا ولا تغتصب من كثرة ما المرأة في تغري فيه البرا في الكياس. دونك كي نتلاهاو بالمرأة ونستروها نسمو حمينا أولادنا، وكي تحمي أولادنا وترجع أولادنا رجالنا كيما قبل، وقتها نتهناو على بناتنا وعلى المرأة، فهمت؟ دونك نغيروا سياستنا باسم حقوق المرأة، حقوق المرأة وهتكنا الذكر، الذكر توا ولا مخنث من كنت ما هي المرأة فهمت تسيبت في الكياس، فهمت؟ دونك لازم نرجعوا رواحنا ورانا ماشيين بالغلط. المرأة مرأة والراجل راجل، والمرأة يلزمها تلتزم بالحياة وتشد دارها، هذيك المرأة، فهمتني؟ وهذاك باش نجم نقول لك أختي.